في الحلقة السابقة من برنامج بين يدي العلماء، تقرأ وتكتب وعندك مبادئ مثلا في الحساب. لا، أنت تبقى معي في سنة الصف الثالث، سنة الثالثة والخامسة كان ساكن الأستاذ عمر، والأستاذ عمر كان في سنة رابعة جزء من المدرسين. كان الشيخ طاهر سبيطة قد رجع من مصر، كان أستاذ العلوم الدينية، كان أستاذ محمد علي المجراب في الرياضيات، كان أستاذ مظفر الأمير تاريخ وجغرافيا. بدأنا سنة الثانية ثانوية وتقدمت حقيقة، وصلت الظروف الحالة الاقتصادية من السوء، على الرغم عن الرجل الشهم اللي هو صهر الزوج اختي احمد منصور، لم يقصر مشكله هذا الرجل يعني حقيقة، لم يقصر، ولكن اشعرت بدات نشعر بالالم وبالجهد اللي يبذل له هذا الرجل، واصبح انت عنده اطفال وعنده اسره. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اخوتي اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حلقات ماتعة وممتعة وطيبة ومباركة، وبين يديه حفظه الله تعالى العلامة الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الشويرف، في حلقات بين يدي العلماء. كنا معكم في حلقات سابقة نتحدث عن سيرته وعن أجواء التعليم في تلك المرحلة، ونحن اليوم نبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية، فنحييه جميعا ونرحب بهذا العالم التي تدرس كتبه في يعني مدن أو في بلدان كثيرة من العالم الإسلامي، فما أحوجنا للجلوس معه والاستفادة من علمه. نرحب به سويا. مرحبا شيخنا، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا، مرحبا شيخ. أنسناك مرة أخرى اليوم. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخنا، نسأل الله يحفظك، كل عام بخير، كل طيب إن شاء الله. وأحيي سادة المشاهدين الكرام، بارك الله فيك، وأرجو أن يأخذوا معنا في هذه الحلقة وقتا طيبا مفيدا. جميل. بارك الله فيكم شيخنا. احنا المرة الماضية توقفنا يعني عند دخولك الامتحان التدريس سنة 47، وكيف دخلت الامتحان، وكانت الظروف صعبة، أنت تركت الدراسة والتحقت بالامتحان هذا، والحمد لله رب العالمين قبلت، لكن احنا نسينا شيء معين نريد أن نتحدث عنه اليوم، وهو تعليم النساء في تلك المرحلة. هل الإدارة البريطانية يعني اهتمت بتعليم المرأة كما اهتمت بتعليم الذكور في تلك الفترة؟ ومن أبرز النساء اللواتي تعلمنا ويعني اقتحمنا هذا الميدان بارك الله فيك، مع صعوبة شيخنا سبحان الله يعني تعليم المرأة في تلك المرحلة؟ هذا سؤال مهم. والإدارة البريطانية كما اهتمت بتعليم الذكور اهتمت أيضا بتعليم النساء، مع الفارق وهو تعليم النساء كان أبطأ نتيجة لظروف الجهل المتفشي وقلة المعلمات، بخلاف جانب الذكور. يبدو لي لأول مرة في تاريخ التعليم في ليبيا أن تهتم جهة رسمية مسؤولة حكومية بتعليم النساء وتفتح لهن مدارس خاصة. يبدو لي هذه لأول مرة في تاريخ الليبي. وأذكر أن الإدارة البريطانية فتحت مدرسة للبنات
في مدرسة في آخر مكتب الفنون والصنايع من جهة شارع جامع بن ناجي. إيه نعم. هذه المدرسة كانت مقرا لمكتب العرفان سنة 1921. نعم. وكانت زوجتي انتسبت فيها في السنة الأولى. ما شاء الله. فهذه المدرسة لم يطل بها العمر، فدرست البنات سنة أولى. نعم. ونجحوا للثانية. بعد ذلك انتقلنا إلى مدرسة في ميدان عمر طوصون بالمدينة القديمة. نعم. هي مدرسة إيطالية مبنية قرب سوق الحوت. نعم نعم. وأسسوا مدرسة أخرى في الظهرة، هما مدرستان في مدينة طرابلس. نعم. المدرسة الموجودة في ميدان عمر طوصون كانت مديرتها السيدة الفاضلة جميلة الزمرلي، اللي سمى عليها المعهد فيما بعد، يعني معهد جميلة الزمرلي. أيوة سمي بعد معهد المعلمات. نعم. في نعم. مزران. نعم. وكان ممن يدرسنا فيها السيدة الفاضلة زهرة رمضان، تحدثنا عنها سابقا وكانت عريفة. نعم نعم. خجانم. خجانم. نعم. زوجة احد المجاهدين الشهيد. نعم اي نعم. ام حسن الشغيوي. ايوه خلينا ذكرتها. نعم نعم. سبحان الله. هذه المدرسة ومدرسة الظهرة وصلت بالبنات الى الصف الثالث، نظرا لقلة المعلمات في ذلك الوقت وندرتهن لم تستطع هذه المدرسة وكذلك مدرسة الظهرة أن تفتح صفا رابعا للناجحات من الصف الثالث. فحلت المشكلة إدارة التعليم فأخذت البنات الناجحات من مدرسة الظهرة والناجحات من مدرسة المدينة القديمة بميدان عمر طوصون. نعم طوصون. نعم. وعددهن 13 بنتا على حسب نعدوا على الأصابع يعني. نعم ينعدوا على الأصابع طبعا. وكانت زوجتي واحدة منهن. ما شاء الله. وفتحوا لهن صفا رابعا في مدرسة البنات بشارع المغاربة بجانب الجامع، جامع المغاربة. اي عرفتها مدرسة المغاربة معروفة، مدرسة ابتدائية. اي معروفة الى الان. وكانت مديرة المدرسة السيدة الفاضلة وايضا مدرسة فاطمة كارا. ومن المدرسات السيدة الفاضلة نفيسة تركي. نعم نعم. فتقول زوجتي نعم الفتيات المنتقلات من مدرسة عمر طوصون والظهرة نعم درسنا الصف الرابع والخامس. نعم. وأضافوا إذن هن صفا سادسا. ما شاء الله. هو كانت المرحلة الابتدائية تنتهي عند ثالث الصف الخامس. الخامس. الصف نعم الخامس. صحيح. فهم زادوهم صفا ثالثا نوع من التعويض، ليست هناك إمكانية لمواصلة الدراسة كما حدث مع الذكور، فتحوا له مدرسة ثانوية. صحيح. فنظرا لضيق الظروف وعدم وجود المعلمات اكتفوا بهذا المستوى من التعليم وأضيف لهن صف سادس. نعم. وتعلمنا في هذه المدرسة أشياء كثيرة حسب تحدثنا زوجتي، ربما الآن تفوق مستوى المتخرج من المرحلة الإعدادية. سبحان الله. مناهج قوية وهناك نية سابقة. نعم. كسور العشرية عشرية وكسور الاعتيادية والنسبة والتناسب. تقول حفظنا من القرآن في الصف الرابع والخامس والسادس من سورة الفتح إلى الناس. ما شاء الله. يزيد على 9 أحزاب.
بسم الله ما شاء الله جدا ممتاز. الآن حتى أظني متخرج. لا 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 شيخ، الشهادة الصحيحة لا يقرأ، هذه الكارثة الآن. نعم شيخنا، من النساء اللواتي كنا يعلمنا النساء في خارج طرابلس، يعني مثلا في مصراتة، في زليطن، في الأماكن هذه، في بنغازي، في درنا، في الأماكن هي، بارك الله فيك. أنا لا أعرف إلا رائدات التعليم في طرابلس. نعم. وذكرت ما من أعرف منهن، ربما تكون هناك أخريات لم أذكرهن، لكن لا أعرف الرائدات في مدن الأخرى. ولا شك أن هذه مدن عريقة ولابد أن تكون فيها رائدات لتعليم البنات، كبنغازي وكدرنة وكمصراتة وكالزاوية مثلا. فأنا أتكلم بصورة عامة على المجتمع الليبي أن يفي بحق هؤلاء الرائدات. نعم. وأن يذكرهن ويكرمهن ويعرف بفضلهن. فحقيقة كنا النواة التي نبتت منها النهضة التعليمية للبنات في العصر الحديث. نعم. حقيقة صحيح، هم الذين وضعوا الأساس الأول. صحيح. فلابد من الوفاء بالثناء عليهن. ثم شيخنا لما نذكر هؤلاء الشخصيات ومن أمثالكم، الشعب الليبي يا شيخنا يعرف أن له حضارة وله طبعا. ليس يعني لوحده طبعا. نعم طبعا. هذه مهمة طبعا. جدا طبعا. يعني نربط الأجيال الماضية، القائل هذه الأجيال هذه بالماضي، يعني ولابد تأثير. ولابد أن نذكر كل من أسدى الفضل والخدمة لهذا الوطن، وخاصة نعم. في الظروف القاسية والإمكانيات القليلة. نعم. لا شك أن الآن الوسائل المعرفة متاحة. صحيح. لكن في ذلك الوقت كانت ضيقة جدا. جدا نعم، خاصة في بعض القرى والمدن البعيدة عن المدينة. عدم وجود الكتاب المدرسي. صحيح. فلابد أن نذكر هؤلاء من الرجال ومن النساء. نعم. فهذا من واجب المجتمع الليبي. نسأل الله أن يحفظكم. ولا يكون عاقا لآبائه وأجداده معه. صحيح. شيخنا بارك الله فيك، بعد أنت يعني تجولت بنا في مرحلة 46 أو 47 واهتمام الإدارة البريطانية بالمرأة، نريد أن نرجع إلى حضرتك بارك الله فيك في سنة 47 لما بدأت في تدريس، أو قبل ذلك في 46 وعلاقتك بالشيخ عمر الجنزوري رحمه الله تعالى. كان الشيخ عمر الجنزوري قد أقام درسا خصوصيا لبعض الطلبة، وكان ينتسب إلى هذا الدرس أحد أصدقائي، وكان زميلا لي في المدرسة الابتدائية المدرسة المركزية، فعرض علي أن ألتحق بهم في هذا الدرس. وكان الشيخ في ذلك الوقت يأخذ أجرا على هذا الدرس الخاص، لأن كان ذلك المصدر الوحيد لرزقه. نعم. لم يعين بعده في معهد أحمد باشا. نعم. فقلت لهذا الصديق: أنت تعلم أن ليس بإمكاني أن أدفع أجرة هذا الدرس. فقال: تعال معي ولا هم مدبر حكيم. ففهمت أن هناك ترتيبا معينا. فذهبت معه إلى الشيخ عمر، قال اسمه الشيخ عمر الجنزوري. ذهبت معه إلى خلوته، استقبلني بترحاب. عثمان باشا نفسه الآن؟ لا لا، في عثمان باشا. عثمان باشا خلوة اللي كان معروفة. الخلوة المعروفة. نعم. وقال: أنا علمت بأن ظروفك قاسية وأنت معفو من دفع الأجر للدرس الخصوصي. تيسير الله عز وجل. طبعا هذه مأثرة من مآثره. لا إله إلا الله. فشكرته على ذلك وبدأت في معهم في الدرس. نعم. الشيخ عمر الجنزوري حقيقة يتميز درسه في ذلك الوقت بعدة ميزات. كان التدريس النحو مشوبا بتعقيدات،
وبأسانيد ما أنزل الله بها من سلطان. وهو نفسه يذكر لنا أنه عندما نزل من قريته بجنزور والتحق بمدرسة جامع مزران بدأ في دراسة فتلقى النحو على بعض المشايخ، قال لم أفهم من النحو شيئا. سبحان الله. وهو من هو يعني؟ وهو من هو هو حقيقة على ذكاء وفطنة ونباهة، إلى أن يسر الله له الشيخ أظن اسمه مصطفى بيزان في مزران، في مزران، في مدرسة مزران. نعم. فدرس عليه أنه فتح الله عليه وفهم منه النحو. نعم. ويبدو أن الشيخ بيزان قد طور أسلوبه في التعليم وتخلى عن الأسلوب القديم. نعم. أسلوب القديم كان الطالب المبتدئ يبدأ بكتاب يسمى كتاب الكفراوي نسبة إلى مؤلفه. نعم. ويبدأ الشيخ بتحليل خطبة الكتاب وهو الخطبة البسملة. نعم. فيقرر أن البسملة يبدأ ببسم الله، باسمي جار مجرور، وهذا الجار المجرور متعلقان بفعل المقدر، وهذا الفعل المحذوف تقديره أبدأ بسم الله أو أقرأ بسم الله أو أتلو بسم الله، وهل هذا الفعل مقدم على جار مجرور أو مؤخر، أقرأ بسم الله أو بسم الله أقرأ. وطالب المبتدئ لا يعرف شيئا ولا يفقه من هذه المصطلحات. بداية بالضبط. وأيضا تجد الكتب النحو مثقلة ومرهقة بالمنطق الصوري. نعم. وبالتعليلات وبمسائل الخلافية. يعني النحو ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لفهم القرآن، لإصلاح النطق والسلامة من اللحن. فحقيقة يعني كان مشغوبا بكثير من التعقيد. نعم. فيبدو الشيخ عمر كان متضايقا من الطريقة القديمة. نعم. بدليل ما حكانا لنا بأنه لم يفهم شيئا. سبحان الله. في بداية وجوده في جامع مزران. نعم. وكان بعد انتهاء الحرب سنة 1945. نعم. بعد بعض الكتب تفيد إلينا من مصر. من هذه الكتب النحو الواضح. النحو الواضح تأليف الأستاذ علي الجارم. نعم. ومصطفى أمين. علي الجارم هذا شخصية كبيرة في مصر، كان شاعرا. نعم. وأديبا. نعم. وكان عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وهو شخصية أدبية مرموقة. نعم. ومعه مصطفى أمين ألفوا كتابا يسروا به طريقة تدريس النحو، خلصوه من تلك التعليلات ومن كل التعقيدات المعهودة في كتب النحو، وقدموا النحو ميسرا سهلا. يبدأ مثلا الدرس بأمثلة جمل متنوعة وتتناول ما في الحياة وتتصل بحياة الطالب، خرجت عن النمط التقليدي من قام زيد وضرب زيد عمرا ثم بعد ذلك يشرح القاعدة. مثلا إذا كان الباب هو باب الفاعل. نعم. يستنبط الفاعل من الأمثلة، خلال الأمثلة. نعم. يأخذ المثال ونلاحظ أن هذا الفاعل ما دوره في أداء المعنى، ما صلته بالفعل قبله، ثم أيضا ينتقل إلى المثال الثاني وهكذا. بعد ما ينتهي بالشرح يستخلص القاعدة من الأمثلة. نعم. التي أوردها في أول الباب. ترسخ في ذهن التلميذ. أو الطالب. وبعد ذلك يلخص القاعدة. نعم. ويدخل القاعدة في أسلوبه المبسط. المهم
بعد ذلك مع هذا التيسير، ولا يدخل عملية التعليلات وهل المبتدا مرفوع بالابتداء أو مرفوع بالخبر. هذه الشكشكات لا تفيد الطالب وليس لها علاقة بالنحو ولا علاقة باللغة. نعم شيخنا، الغرب لهم طريقة في تدريس الجرامر النحو، عندهم اللغة أفضل فاقونا مئات المرات يعني طبعاً حقيقة طبعاً يعني، وحنا بقينا يعني وطبعاً اليسروا بعدين استفادوا من الابتكارات الحديثة من بالضبط الفيديو ومن التمثيل نعم نعم جميل جدا فعلا والله. أيضا من معمل اللغة صحيح، معامل اللغة كمبيوتر نعم والسماعات صحيح هذا موجود. ثم يزيل الباب هذا علي الجارم، أستاذ علي الجارم في كتابه نعم في كتابه نعم نحو الواضح بتمرينات تطبيقية عملية. في البداية يتمكن الطالب من معرفة القاعدة نظريا جميل، بعد ذلك كيف يطبق هذه القاعدة من ناحية العملية. نعم وأمثلة مشوقة تشحذ ذهن الطالب وتدفعه إلى التأمل وإلى التفكير، وهذا هي الأساس من جميل التعليم. وهذه الكتب هو تبناها الشيخ مصطفى بيزان وبدأ يدرس بها ولا كيف يعني؟ هو طبعا في مزران، هو لا أدري نعم في جامع مزران هل لا تبنى؟ مش جامع مزران، مش لا لا علاقة بجامع مزران. ايه نتكلم عن الشيخ عمر. ايه نعم الشيخ عمر توتي جنزوري. الشيخ عمر يبدو لي كان متضايقا من الطريقة التقليدية القديمة، وكان يتوق إلى أسلوب جديد يعفي الطالب من هذه التعقيدات ومن هذا الأساليب المعقد. جميل. وجد ضالته في كتاب النحو الواضح الذي ألفه علي الجارم، هذا المقدمة كيف الشيخ وجد ضالته كأنه كان يبحث عن كتاب هذا. شيخنا إن شاء الله نتوقف عندما يعني بدأ الشيخ وبحث عن ضالته في تدريس النحو وقد يسره وبسطه للطلبة، نخرج هذا الفاصل إن شاء الله تعالى ثم نعود إن شاء الله تعالى ونبدأ به. إخوتي أخواتي فاصل قصير وابقوا معنا مع فضلته حفظه الله تعالى. مشاهدينا الأعزاء حياكم الله مرة أخرى مع جلسة طيبة مباركة مع العلامة الشيخ عبد اللطيف شويرف في حديث ماتع ممتع طيب مبارك. حي الله شيخنا، أهلا وسهلا مرة أخرى. بارك الله فيك شيخنا. توقفنا قبل الفاصل عن أن الشيخ عمر جنزوري كان له طريقة سهلة لأنه وتبنى كتاب النحو الواضح لعلي الجارم، لأنه كأنه عانى من بعض المشايخ الذين كانوا يدرسون الطريقة القديمة
فهو حب أن يوصل للطلبة أفضل وأحسن. كيف شيخنا درس الشيخ؟ بماذا كان يمتاز الشيخ عمر عن المشايخ في تلك الفترة؟ كما قلت لك سابقا، هو حكى لنا كيف وجد صعوبة في فهم النحو. جميل. وقال لم أفهم النحو على عدة مشايخ درس نعم. عليهم نعم. إلا أن تولى تدريسه الشيخ مصطفى بزان. نعم. فهو إذن يبدو على أنه كان يشكو من ضيق هذه الطرق العتيقة نعم. اللي كان يدرس بها النحو، بدليل على أنه أعجب إعجابا كبيرا بالنحو الواضح، وتبنى طريقته وانتهج نهجه في تدريسه. هذا مما يدل على أنه كان يبحث عن ضالته في كتاب ووجده في نحو الواضح. هذا كان في سنة 46 وبعد 46 46 46 نعم. وأيضا سار في الطريقة، بعد ما ينتهي من الدرس يبدأ في الأسئلة، مثلا في الفاعل يأتي بكلمات، كل يسأل الطالب اجعل الكلمة كذا في جملة مفيدة بحيث تكون فاعل، والطالب يفكر ويهندس ويعمل فكره بحيث يكون جملة. هل كانت عندكم كتب شيخنا؟ كانت لا لا كتب؟ لا لا شفوي شيء شفوي، أو مثلا يأتي بجملة ويترك فيها فراغا ويطلب من الطالب أن يملأ الفراغ بفاعل مناسب، فلابد الطالب يفكر وما هي الكلمة. إذن هذه الطريقة أيضا حركت حتى ذهن الطالب ودفعته إلى التأمل وإلى التفكير، وهذه مهمة طريقة التدريس. حديثة هي صح، هذه مهمة طريقة التدريس. حديثة جدا إيه؟ أنك كانت تشارك الطالب في الدرس. صحيح صحيح. ولذلك عرف الشيخ عمر بهذه الطريقة، وهذا كان سببا في إقبال الطلب عليه، يعني أحدث تجديدا نعم في التدريس. نعم نعم، تجديدا في طرق تدريس النحو، ويعني أنا أعتبره فتحا جديدا. نعم. حقيقة سبحان الله. وأيضا وبهذا أنا تدرس على الشيخ عمر شهرين ثلاثة، يعني تستوفي الأبواب المهمة المحو. في النحو، وتخرج بحصيلة طيبة من الثقافة اللغوية، بعيدا عن التعقيدات وبعيدا عن الزخارف والتعليلات الفارغة. حقيقة أيضا ما يمتاز الشيخ عمر بميزة أخرى، وهو أنه يخلط درس النحو بالأدب، وكان يحفظ كثيرا من الأشعار، وخاصة الشوقي حافظ إبراهيم، وكان معجبا بالشاعر الليبي أحمد رفيق المهدوي. نعم. وشيخ أحمد الشارف، فكان اللي يحل درسه بالشعر والمقطوعات بمناسبة وغير مناسبة. نعم. هذا كان له دور أولا بتنويع الدرس. نعم. نعم. والتخفيف من وطأة نحو، لأن مهما كان هو قواعد جامدة. نعم. صحيح. فيأتي أحيانا بطرافة أو حكاية أدبية مصوغة في قالب شعري، فهذا من عناصر المشوقة في الدرس. نعم. ويصبح درسه مهما طال لا يمل. سبحان الله. كان الشيخ عمر يقال معروف بالمطارحات، يعني يبدأ بالشعر وما شاء الله يغلب الله. هو حبب إلينا الأدب. نعم. وحبب إلينا حفظ الشعر والمطارحة، وكان كثيرا ما يدخل معنا في مطارحة تشجيعا لنا. ما شاء الله. فيعني كان درسه في النحو أيضا توجيها في الأدب. نعم. وهذا حاجة مهمة جدا. جدا مهمة. نعم. أيضا تتخلل الدرس أحيانا حكايات عن مراحل الجهاد الليبي عندما تكون هناك مناسبة. ميزة أخرى، لأن بعد ما الدرس الخصوصي و
انتسب إلى معهد أحمد باشا. نعم. بعد ما استقرت الأمور بعد الحرب. نعم. فأبطل الدرس الخاص وبدأ يدرس مجانا لأنه أصبح له مصدر أرزق. فدرست عليه القطر، قطر النداء لابن هشام. نعم. معروف. أيضا بطريقته المعهودة في التيسير. من ميزات الدرس الشيخ هناك متفرقات في النحو، لقطات عامة. نعم. من غير الدرس المعتاد في الكتاب، يأتي بها شعر أو تأتي بها مثل، مثلا يبينها لنا، مثلا تأتي ما بعد إذا، يقول فائدة ما بعد إذا زائدة، تسخت بده أصبح القاعدة. يأتي مثلا اسم بعد إذا، إذا السماء انفطرت مثلا، يقول كل اسم بعد إذا فهو فاعل لفعل محدود يفسره المذكور، قاعدة ارتسخت مثلا. يأتي مثلا النحو لغة، والنحو اصطلاحا، أو الوضوء لغة، الوضوء شرعا، يقولون هذه كلمات شرعا ولغة واصطلاحا منصوبة على نزع الخافض، قاعدة جديدة رسخت في الدهن. فهذه اللقطات المتفرقة، وهذا كله يا شيخ ما فيش مذكرات مصورة، ما فيش كتب، لا 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 لا، كله بالحفظ. هذا ما شاء الله يا شيخ، يعني عبقرية هذه منكم يعني. ولذلك استوعبنا من غير الدرس العادي في قطر النداء مثلا، استوعبنا مسائل نحوية أخرى متفرقة بهذه الطريقة السهلة اللي تأتي عفويا، وهي كونت لنا رصيدا لغويا ثرا في الأخير. نعم. كل مرة تأخذ مسألة من مسألة هنا مثلا، وكنا دائما على استعداد الرغبة والذهن والذهن. نعم. كنا شباب. نعم. ويتقبل هذه من ميزات الشيء. ولذلك تكمل عليه مثلا درس القطر، وأنت خرجت بمعلومات زائدة عن القطر بأضعاف مضاعفة. سبحان الله. يعني وكانوا يجي واحد يا شيخ فرخها يلقاها مجلدات حقيقة. هذه ميزة المشايخ. أيضا ميزة الشيخ بعد انتهاء الدرس يطلب من أحد الطلبة، تسمى الصريدة، يعني يقرأ من الملزمة هذا الدرس بالدور، كل يوم كل واحد يأخذ دورة ويقرأ الدرس من ملزمة الكتاب المدروس، وهو القطر الندى. نعم. أيضا هذه الصريدة سموها من السردي. إيه السريدة. والقراءة. إيه. فيستفيد منها الطالب، يقع في أخطاء يصوب له الخطأ ويبين له لماذا أخطأ وأيضا سبب الصواب وسبب الصواب. فهذه تمرين عملي للنطق، وأصبح يعني فضلا بعد أن أنت تكتسب المعرفة النظرية من القواعد، يعني تكتسب أيضا المعرفة التطبيقية من هذا. وهذا أهم شيء هو التطبيقية يا شيخ، العملي والتطبيقي مسألة مهمة. هو هذا الغاية. هذا صحيح. من النحو. نعم صحيح. احنا جعلنا الغاية، جعلنا الوسيلة غاية. بالضبط صحيح. ليس غاية في ذاته. وأيضا النحو وحده لا يعلم اللغة، الذي يعلم اللغة ويكون الملكة اللغوية هو مباشرة الكلام الفصيح، الإنسان يقرأ كثيرا ويسمع كثيرا ويحفظ كثيرا، هذا هو اللي يكون الملكة. والناحية التطبيقية. نعم نعم. وأما القواعد تحفظها وتدخل الإعراب بدون معرفة بقدرة على التطبيق،
كأنك لم تفعل شيئا حقيقة. صحيح صحيح. فلابد أن القواعد النحو أن تخضع للتطبيق حتى تكون لها فائدة ولها ثمرة. ما الدروس الأخرى شيخ؟ ما ما درست من كتب أخرى على الشيخ يعني بارك الله فيك؟ يعني نحن درسنا عليك إحنا الفقه المالكي بارك الله فيك، درستنا أيام زمان، فهل أخذت هذا على الشيخ كذلك الفقه؟ نعم، هو كان عنده درس بين المغرب والعشاء، كان هذا الدرس في جامع الريفي. وين هذا الشيخ؟ جامع الريفي في المدينة القديمة. آه. وبعد ذلك انتقل به إلى مسجد مدرسة عثمان باشا. نعم. وكان يدرس أقرب المسالك للشيخ الدرزي. نعم. واستفدت منه وحضرت هذا الدرس سواء في جامع الريفي أو في مدرسة أحمد باشا. نعم. وبعد ذلك درس رسالة أبي زيد القيرواني. ما شاء الله. نعم. شيخنا يعني التلاميذ اللي كانوا معكم يعني أو من كان يدرس معك عند الشيخ يعني من الناس الذي تعرفهم يعني كانوا في عمرك وفي نفس الوقت؟ هناك مجموعة من الشباب كانوا أكبر منا واستفادوا من الشيخ أكثر من فائدتنا. مثل كانوا من؟ محيطين بالشيخ. فهمت؟ وكان هذا في ذلك الوقت في أوائل نزوله إلى المدينة وكان معبئا بالعلم. هؤلاء أكبر منا واستفادوا استفادة كبيرة من الشيخ أكثر من إفادة مثلا يعني كانوا ملازمين له ويخرجوا معه في زرادي وفي فسح. لازموه يعني لازموه؟ لازموه حقيقة فترة سنتين أو ثلاثة ربما من 43 أو 44. أنا لم أعرفه إلا سنة 46. مع أن أنت شيخنا كنت ساكن هناك يعني قريب. نعم كنت ساكن يعني في قريب على المسجد يعني. لا لك لك لم صغير السن لم أعرفه شيخ إلا سنة 46 لم أسمع به. سبحان الله سبحان الله. هذا أنا لم يخبرني به إلا صديقي عبد اللطيف الفتوري وهو زميلي كان في المدرسة المركزية. نعم. هو الذي أخبرني به لأنه انتسب إلى درس النحو له. لم أسمع به الشيخ عمر قبل ذلك. نعم. فهؤلاء مثل مصطفى إبراهيم المبروك، محمد بن ضو، نور الدين بوشويرب، محمد الشويشين، عبد الرزاق غولة، محمد بريون، صادق البصري، أكثرهم توفاهم الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم. لم يبقى منهم أظن إلا اثنان أو ثلاثة. فهؤلاء لازموه حقيقة واستفادوا منه استفادة كبيرة. نعم أنا استفدت. نعم نعم. لأن لم أدرس على الشيخ عمر كثير من الكتب، درست عليه بعد الدرس الخصوصي أقرب المسألة قصر الندى في النحو. نعم. وشيئا من شذور الذهب لم نكمله. وبالنسبة للفقه لأقرب المسالك ولم أدرس عليه أي كتاب آخر، لكن كنت أقرأ له دروسه. نعم. الذي كان يستعد بها لدرسه في معهد أحمد باشا، أيضا دروسه في الوعظ والإرشاد في دروس رمضان. فطبعا وهذه كافية ما شاء الله. نعم. وهذه تكفي يا شيخنا إذا كان واحد يدرس يعني يقرأ على الشيخ. أقرأ له وأحيانا نعم. يستعصي علي شيء أستفسر منه ومن المدارسات ومن بعض الأسئلة ومما يرد عليه الشيخ لأنه أيضا كان محل فتية. نعم. يأتي كثير من الناس يستفتونه في أمور الدين وكنت حاضرا وأيضا هذا مصدر استفادة أسمع الإجابة ويزيد من رصيدي الفقهي. وأحيانا أيضا أسئلة حتى في اللغة. نعم. يأتي طلبة لأن كانت المدرسة عثمان تعيش بالطلبة، كان مكان السكن لي طلبة المعهد أحمد باشا. آه نعم نعم. فكانت استفادة من ملازمة الشيخ ومن القراءة ومن الأسئلة ومن المباحثات كانت أضعاف مضاعفة مما استفدته من الكتب. طيب شيخ لازلت في السؤال يعني أنت كنت ملازم للشيخ، من أبرز المشايخ الذين ظهروا على الساحة في ذلك الوقت تتلمذوا على الشيخ؟ من أبرز المشايخ يعني؟ كل الطلبة معهد أحمد باشا
تتلمذ على الشيخ، على الشيخ تتلمذ عليه وعلى غيره من المشايخ. نعم، كل الطلبة يدينون له بالفضل. يعني منكم مدينة طرابلس زمان كلها كانت تذهب للشيخ يعني؟ لا، ليش مدينة طرابلس؟ لا، مدرسة أحمد باشا تضم من كل مدن الدواخل، والأكثر هي من مدن الدواخل أحمد باشا. نعم، تأتي من مصراتة وتأتي من غليان وتأتي من الخبوص وتأتي من مسلاتة. الذين أعرفهم في عثمان باشا ليس فيهم طرابلسي واحد. سبحان الله. ومشيخ الخليفي. اي نعم، وهو من كيكلا، من جيت كيكلا. نعم لا. صحيح، في من المسلاته. نعم، في نعرف من المصراته، في نعرف من سوق الجمعه، في نعرف من الغريان، نعرف من القمص، كل في من زنزور، في من الزاويه. لكن سكنوا طرابلس وتعلموا على الشيخ. هم يتعلمون، لا يتعلمون في هذا سكنهم، سكنهم في مدرسة السكن الداخلي الأخلاوي. الأخلاوي كله أخلاوي. نعم صحيح. ودراسة، لأن الذي ينتسب إلى معهد أحمد باشا، أحمد باشا ينسب. نعم، يعطى له خلوة بالإذن من إدارة الأوقاف. نعم، مش كل حد يعطى له. فهؤلاء يسكنون، أحيانا يسكن الأخوة وأخوه معه في نفس أخوة، أو مثلا صديق، لا ممكن يكون مثلا، ليس كل واحد بخلوة، لا كل مجموعة، مجموعة. متناسقين أو من بلد واحد، يعطوهم خلوة اثنين أو ثلاثة. فكانت مدرسة عثمان باشا هي مدرسة للسكن. الشيخ عمر باعتبار عنده خلوة هو اللي يتخذها المكان للتدريس. شيخنا، من ينفق على أولئك الطلبة الذين يجوا من الخارج؟ من ينفق عليهم؟ من كان يعني هل كان هناك أوقاف ينفق عليهم؟ الأوقاف. نعم، الأوقاف. أولا هناك أيضا وقفيات من الناس. نعم، وقفيات من الناس على طلبة أحمد باشا ولا عثمان باشا ولا في من بعض الأثرياء أوقفوا على أن كل سنة يجمع الطلبة ويقرؤون له ختمة وتوزع له عليهم المكافآت. نعم، وقفية. الله. وطلب في بعض السنوات يطالبون بهذا الحق لأنه من حقهم، ونص الواقف في كنص الشارع. صحيح. فيعني فيه أظن في حتى مكافأة من الأوقاف. نعم، في مكافأة من الأوقاف وأيضا من بعض الوقفيات، وأيضا من أهالي نفس الطلبة، يعني في حتى عندهم الناس مقتدرين. نعم، لكنهم يتفرغون للدراسة في طرابلس. طيب. نعم. طيب شيخنا، قبل أن نتحدث عن مزيد عن الشيخ عمر جنزوري في أحمد باشا، يعني بعض الشيخ الشعر الشيخ عمر، أنا أظن كان في المجالس دائما هو يغلب في المطارحات، يغلب خصمه يعني. نعم. إيه، هل شيء من هذه الطرفة شيخنا؟ كيف الشيخ لا عمر هو كان؟ المطارحات هو اللي علمنا إياها. ونسيت أن أقول لك، أنا من خلال المطارحات. نعم. وخلال الشعر الذي كان يلقيه علينا وحبب إلينا الأدب، تعلمت من خلال ذلك بصورة عفوية بأكثر بحوث الشعر. كيف ذلك؟ يأتي بالقصيدة ويقول هذا من البحر البسيط، أو هذا من البحر الطويل، أو هذا من البحر الخفيف، فأنا أكتب ويرسخ ذلك في ذهني، إن الخفيف لديه يؤمن الأمل، مثلا يأتي بين والتفاعين، مثلا فعول مفاعل، فعول مفاعل، مستفعل فاعل بسيط، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. يأتي مثلا من النام، أيها الأرمل إن رمت عفافا فتزوج من نساء عطرات، فاعلات فاعلات فاعلات. أكثر بحور الشعر تعلمتها من الشيخ عمر الجنزوري بطريقة عفوية، وكنت أربط كل بحر بلحن من قصيدة من قصائد النبوية المعروفة في ذلك الوقت، حتى تحفظها. تقيدها يعني تضبطها تضبط صحيح. أي بحر ينسجم مع
لحن من القصيدة أعرف اسم المعنى هذا. تبارك الرحمن. وكان عنده نظم طبعا وحافظة من غيره بهذه البحور. طويل له بين البحور فضائل على الطويل، فعول مفاعول فعول مفاعل. مثلا نعم نسيت البصير المدة طالت وانا. اي لا باس ان شاء فكان الله. فكان ياتي بابيات يعني. فهمت ياتي بابيات ومع التفعيلات. نعم. مما يشوق الطالب ويسهل عليه الحفظ. طيب جميل. نعم. ان البسيط لديه مش عاد ينسب الامل. نعم. مستفعل فاعل مستفعل فاعل. ما شاء الله. يعني شيخنا توالي ما دام انت دخلت في بحور الشعر، والشعر انا لاول مره حقيقه واتفاجئ عندما قرات يعني سيرتك العطره من الاستاذ علي اذكر الان اسمه، يعني اللي عمل الدكتوراه في مقالاتكم. إيه؟ مقالات الشيخ عبد اللطيف الشويرف. فيذكر انك شاعر يا شيخ. لست شاعرا لكن اقول شعر عندما تاتي مناسبه ويلح علي إلحاحا كبيرا قد أقول شيئا من الشعر. ربما تأتي إن شاء الله مناسبة أنا ممكن أن أذكر بعض القصائد التي نظمتها. والشعر يواتيني لكنه يشغلني عن أشياء كثيرة، والذي يصرفني عن الشعر كثيرا أنه لا يواتيني إلا في الليل حقيقة، فأبقى طول الليل حتى الصباح وأنا مشغول بتلك الأبيات. ممكن أنظم 15 بيتا 20 بيتا في تلك الليلة، وأبقى طول النهار وأنا في ذوق كاملة من خدة النوم. ولذلك أتحاشاه بقدر الإمكان يا شيخ. وإذا تسلط علي لا أستطيع أن إلا تكتبه. لا أيضا لا أستطيع أن أتخلص من قبضته، يأسرني أسرا. لا إله إلا الله. عجيب. وهذا يا شيخ. نعم تفضل. ولهذا أنا مقل، ولكن على كل حال أحيانا المناسبة تفرض نفسها، فقلت في بعض المناسبات، ولعل إن شاء الله أو ممكن يكون في آخر هذه الحلقات. طيب شيخنا نعرف أن هناك فضل الله لك لعنا تهل على في الحلقات الأخيرة، وهي القصيدة التي قيلت في ثورة 17 فبراير وسقوط الطاغية، لعل نأتيها بإذن الله. انتشرت في هو على كل حال في قصائد حتى قصائد أخرى. نعم. يعني طويلة جدا جدا ما شاء الله. نقتصر المناسب حتى عملية الطول. نعم. كم من التطويل كلت الهمم. إيه؟ فممكن نختار قصيدتين أو ثلاثة من المتوسطات. إيه؟ بحيث يكون هناك تنوع حتى لا نثقل على المشاهدين الكرام. لا تثقل عليهم، بل أنت يعني هم والله يا شيخ يستمتعون بهذه الحلقة. طويلة جدا. يعني فقط 100 بيت يعني حقيقة. نحن نذكر منها إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا بارك الله فيك، متى بدأ معك الشعر؟ هل عندما يعني بدأت مع الشيخ عمر وبدأت في بحور الشعر هذه، بدأت تنظم الشعر من ذلك الوقت أم بعد ذلك؟ لا يعني ممكن في الستينيات قلت شيئا من شعرك، وكما قلت لك كنت أتحاشى لسبب الذي ذكرته لك، لأنه يشغلني عن كل شيء. إذا تسلط عن فكري لا خلاص يتملكني تملكا كاملا. لكن يا شيخنا بارك الله فيك، الشاعر سبحان الله كان يفضفض عن نفسه. يعني الشاعر عندما يأتي موقف ويكتب الشعر ويقرأ الشعر فعلا يستريح. أنا أظنه يستريح فعلا ويعبر. لا في ذلك شك، هو في تنفيس عن مشاعر داخلية. والله جميل جدا. لا شك في ذلك، لكن أتحاشى لأنه يمنعني من واجبات أخرى. أسأل الله. وأيضا عندما يأسرني فالذي يأسرك لابد أن يكون جميلا. والذي يأسر جمال. شيء القبيح لا يأسر. أي أيوة والله صحيح. وما الله يفتح عليك شيخنا ويبارك فيك ويحفظك. احنا الحلقة يعني صراحة انتهت الآن،
وأنت أسرتنا اليوم، إحنا أسرى عندك في هذا الحديث الممتع الماتع الطيب المبارك، وخاصة بدأنا في حلقات يعني طيبة، وهو يعني بداية تعليمك وتعلمك ودراستك على الشيخ في سنة 46. لعل في الحلقة القادمة شيخنا نبدأ من أين انتهينا إن شاء الله تعالى. الله يعطيك الصحة والعافية وطول العمر يا رب العالمين. إخوتي المشاهدين أخواتي المشاهدات، جئنا نهاية الحلقة وكنا بين يديه حفظه الله تعالى العلامة الشيخ عبد اللطيف الشويرف حفظه الله تعالى ورزقه الله الصحة والعافية وطول العمر وحسن الختام للجميع. بارك الله فيكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.